خلصنا بقى درجة، لازم بابلو يرجع هو ومرته على البيت. ماشي. الحق علي اللي كنت أوثق فيك على طول، سلمتك كل الشغل المهم من دون خوف، طلعت ما بتستاهل هاي الثقة بنوب. تعرف إنه أنت بهاي الطريقة صغرتني وقللت من احترامي قدام الناس؟ خد هدول بتلفهم منيح وبتاخدهم لعند الأستاذ أجروال، وهلأ بتروح فوراً. كلامي واضح؟ فوراً. ماما، سيد هارت، روشني، يلا كتير تأخرنا، خلونا نمشي. إن شاء الله تكوني انبسطتي، هاي زوجي تبهدل من وراكي. وأنا اللي كنت مفكرتك غير هيك. بدك ديدي تسامحك، فهمنا هالشي، بس زوجي شو دخله؟ ليه تعملي فيه هيك؟ وحرام يتبهدل هيك بسببك قدام الكل. بس يا سلفتي، أنا ما كان قصدي. كتي ولا حرف. لا تقولي سلفتك مرة تانية. لو كنت سلفتك ما كنت عملتي هيك بزوجي اللي هو ابن حماكي. روحي واتركينا بحالنا، سمعتي ولا لا؟ أكيد ماما زعلانة كتير لحتى ما عم ترد على تليفوناتي ولا على رسائلي. شو بدي أعمل هلأ أنا؟ أمك زعلانة مو هيك؟ لو مو زعلانة كانت ردت. مشكلة عن جد، إذا ما منروح اليوم لعند أمي أكيد رح تيجي هي على بيت ديدي ورح تكون معصبة كتير من يلي صار، وأكيد ما رح تكون بوعيها ورح تحكي كل شي ورح تقول مين نحن وإني ماني فقير. شو هالمصيبة يا ربي قدام روشني؟ وصلنا. شوفي. بعتقد انه هذا المكان. وقف شوي. ليش قالوا لنا نجي لك؟ مرحبا. اهلين. ماما؟ اهلا مدام ديدي، نحن كثير مبسوطين انه حضرتك اجيتي لهون وانك معنا لتحتفلي بهالمناسبه، والفرحه رح تصير فرحتين لانك موجوده. شكرا. بصراحة ما كنا عارفانين إنه حضرتك جاي لهون. حلوة كتير منك هاي المبادرة. شكراً. حتى أنا ما كنت عارفانة إنه رح أجي لهون. عفواً، ممكن أسأل سؤال؟ كأنه المدام ديدي بتقربكم؟ مزبوط، وكمان أنا رح أقلك شو القرابة بيناتنا. هي بتكون حماتي وهي امي. ايه صح. شو حلو. عن جد؟ يا ريت كل الناس مثلكم. بنعرف انك بتشاركي باعمال خيريه، بس انه تزوجي بنتك لعيله فقيره مو معقول، بصراحه ما حدا متوقع هالشي. هذا التصرف حلو من حضرتك. بتعرفي مدام؟ نحن بنتمنى الكل يكونوا مثلك ويفكروا بهالطريقه المتواضعه. شو رأيكم هلا تتفضلوا كلياتكم لجوا لحتى نحتفل بأحلى عريسين؟ آه
شو بكي؟ لا تصفني كثير. التلفزيون ليك وهون والكاميرات شغاله. ديري بالك ما ينكشفوا كل تمثيلياتك تبع الجمعيات الخيريه اللي قالوا عنها. فهمتي علي؟ ما يلا لك. خلينا نحتفل بهالمناسبه الحلوه. يلا تفضلي. روشني، أنا رح روح وقف قدام أمي، ماشي؟ وبظن أنتي لازم تعملي هيك مثل ما بدك. ماما. نعم. قولي الصراحة، أنتي يلي مخططة لكل هذا الشيء، صح ولا لا؟ شو مفكر لكم؟ إنه حماتك هي الوحيدة الذكية بكل العالم؟ دخيل الذكي. بس يا ولد خلاص. مدام قربي من أمك شوي إذا بتريدي مشان صوركم. روشني يلا بترجاكي، أنا بس قربي وقفي جنب أمك. كأنها بتحب حماتها أكثر من أمها. غريبة ما، ليش عملت هيك؟ شايفين يا جماعة؟ هذا الصح. شكراً كتير روشني، الكل عجبهم منك هالتصرف. أكيد كل العالم هلأ بيكونوا عم يقولوا قدي بتحبي بيت حماكي وقديش بتحترميهم كمان. صدقيني قلال كتير يلي بيعملوا هالشي، بس مرتي غير شكل. حتى لو روشني سبقتني وقفت جنب أمي، أنا رح وقف جنب حماتي كمان. شاطر. شايفة شو حلوين؟ لو كل الناس متفاهمين هيك. شايفة؟ الصهر والكنة بيحبوا بيت حماهم. هالعيلتين ما في مثلهم بكل العالم. نعم أمي. شو حابب ساوي لك اليوم أكل؟ ماما من كم سنة وأنتي أمي؟ كأنه هالسؤال مو وقته. اللي هلأ شو بدي ساوي لك أكل؟ يلا أمي بقى. أمي عطول بتسأليني هالسؤال، معقول ما بتعرفي شو بحب؟ صحيح أنا بعرف كل الأكلات يلي بتحبها، ليه برجع وبسألك كل مرة؟ أصلي. إيه معك حق. لوين لوين ماما؟ شو في؟ ما في إليك، فوتي على المطبخ. شو يلي عم يصير؟ سمران حبيبتي، مثل ما قالت لك ممنوع اليوم تفوتي على المطبخ. فهمت عليكم، يعني عاملين اليوم إضراب عن الأكل. وإلا ما كنتوا منعتوني فوت على المطبخ. وروشني من زمان ما أجت لعنا، لهيك مستحيل خليها تشتغل اليوم. معناها رح نضل بلا أكل اليوم أكيد، لأنه ما في حدا يحضر لنا أكل، صح؟ لا، لأنه نحن رح نحضر الأكل. أنتي لازم ترتاحي. يعني اليوم اعتبري حالك بإجازة رسمية بس ليوم واحد، ونحن منحضر كل شيء، رح يكون الأكل غير شكل. مزبوط. لا يعني يلا 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 لقلك يلا لازم ترتاحي. تعي لشوف. خليني ساعدهم شوي. شو بيصير؟ عدي هون بقى وارتاحي، ما بصير هيك. طيب ماشي. تعرفي أمي؟ القصة اللي عملتيها مبارح مو طبيعية أبدا، ما بتخطر على البال، عن جد بتجنن. وكل شي صار مثل ما بدنا من دون ما حدا يحس بشي. ايه صح. تعرف شو سيد؟ وقت يلي عرفت انه ديدي ما رح تخليكم تجوا تحتفلوا معنا بكير اتضايقت من القصة كتير، بس بعدين فكرت انه ما لازم كون مدام كوكريجا اليوم، رح كون مدام كورانا. واذا كانت ديدي بتعرف عالم مهمة بالبلد، ابوك بيعرف اهم منهم بألف مرة.